تحيتنا مجددة لكم جميعا أيها السيدات والسادة، تحيتنا من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، ونحن نذيع من إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة حفل أم كلثوم الشهرية الكبير. وسوف نقدم لكم الآن أسماء الفنانين العازفين في الفرقة الموسيقية التي تصاحب أم كلثوم. الأستاذ محمد الأصبجي على العود، الأستاذ محمد عبد صالح على آلة القانون، وعلى آلات الكمان الأساتذة أحمد الحفناوي، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، محمد نصر الدين، عز الدين حسني، عبد الفتاح خيري، لبيب حسن، محمد ماضي، كمال الشويخ، محمد سعيد هيكل، عبد الغني غنيم، مكرم مهنة، إبراهيم الأباني، كريم حلمي، محمود الشريف، نبيل كمال، حمد الحريري. على آلة الناي سيد سالم، وآلات الكيلو محمود الحفناوي، حسان كمال، ومجدي فؤاد. على الكونترباس عباس فؤاد، وآلات الإيقاع حسين معوض، مدحت طه، وحنفي كتكوت. على آلة الأكورديون فاروق سلامة، وعلى آلة الجيتار نوبار أرتين. آلة الجيتار ربما لا نسمعها في الوصلة القادمة، ولكننا نذكر اسم عازفها ونحن نقدر مجهوده في الوصلة الثانية حين غنت أم كلثوم كما تذكرون أمل حياتي، وكان فيها جملة الافتتاح على هذه الآلة الجميلة، آلة الجيتار الكهربائي. أيها السادة، والأغنية الثالثة والأخيرة لأم كلثوم في سهرتنا الحلوة الليلة، أغنية كل ليلة وكل يوم، وقد نسميها يا ترى يا وحشني. أغنية كل ليلة وكل يوم من كلمات مأمون الشناوي ومن تلحين بليغ حمدي، وقد تمضي دقائق قبل أن تفتح الستار عن الوصلة الثالثة لأم كلثوم، ونحن معكم نذيع من دار سينما قصر النيل ونقدم لكم هذا الحفل الكبير الذي نستمتع به جميعا وتتوالى على أذهاننا أفكار وأفكار ومعان ومعان، كلها تتصل بهذا الفن الذي يقدم، وكلها تدعونا إلى أن نحترم هذا الفن، وإلى أن نعتبر الفن كما يعتبر في كل الشعوب الراقية الناهضة نبراسا ومشعلا وضياء. والفن في كل حضارة يواكب المسيرات الكبرى في كل نواحي الحياة، يسير كتفا إلى كتف مع نهضة صناعية حين توجد، ويسير كتفا إلى كتف مع نهضة علمية، وفن الموسيقى والغناء في حد ذاته وفي حدوده يسير كتفا إلى كتف وجنبا إلى جنب مع كل الفنون الأخرى التي نرجو لها في جمهوريتنا كل تقدم وكل ارتقاء. أيها السادة،
في برامج إذاعة الجمهورية العربية المتحدة الليلة، وبتعبير أدق بالأمس في مساء الأمس الذي استمرت برامجه حتى الآن حتى صباح الجمعة في برامج إذاعة الجمهورية العربية المتحدة، استمعت إلى فقرة معينة أذيعت في تمام الساعة 9 بعد نشرة الأخبار 4 وبعد تعليق الإذاعة على الأنباء. كانت هذه الفقرة التي أحببت أن أشير إليها وأن أذكرها لكم، كانت هذه الفقرة بعنوان اللقاء العربي. كان اللقاء العربي الذي أذيع الليلة من جميع الإذاعات العربية في وقت واحد من إذاعة لبنان الشقيق الحبيب، قدمت إذاعة لبنان اللقاء العربي وأذيع على كل المستمعين العرب على كل الجمهور العرب في وقت واحد، والتقى العرب حول هذا البرنامج الكبير الذي يذاع كل أسبوع في الساعة 9 لكي تكون صورة جديدة من صور اللقاء العربي، ولكي تتطلع أفئدة الجماهير بالملايين في كل أقطار العرب إلى لمحة من فن لبنان، إلى شعلة من إذاعة لبنان، ولكي تتوحد الأفكار وهي تستمع، وتنبض القلوب وهي تستمع إلى لبنان في كل الإذاعات العربية. ويقودني هذا الحديث إلى حفل أم كلثوم الذي يذاع من إذاعة الجمهورية العربية المتحدة، والذي أذيع أو بدأ في إذاعته مباشرة بعد انتهاء برنامج اللقاء العربي. وبدأ الحفل في الساعة 10 ولا زلنا معه، والساعة حوالي 2:30 من صباح اليوم التالي، وهذا الحفل الكبير أيضا يحمل سمة من سمات التشابه مع برنامج اللقاء العربي. وإن كان هذا الحفل سابقا عليه وعاشته الجماهير عشرات السنين مع فن أم كلثوم، هذا الحفل بسمة التشابه التي تجمع بينه وبين مشعل من مشاعل إذاعة لبنان الشقيق، هذا الحفل تتجمع حوله أفئدة العرب في كل مكان الآن وتتابعه وتستمتع به وتفكر فيه. والأغنية الثالثة التي سوف نستمع إليها في حفل الليلة أذكر اسمها مرة ثانية لكي نبدأ بعد قليل في الاستماع إليها، كل ليلة وكل يوم، كلمات مأمون الشناوي وتلحين بليغ حمدي، وهكذا يجتمع في حفل الليلة ثلاثة من المؤلفين من مؤلفي الأغاني وثلاثة من الملحنين. في الأغنية الأولى كان أحمد رامي ورياض الصنباطي، في الأغنية الثانية كان أحمد شفيق كامل ومحمد عبد الوهاب، وفي الأغنية الثالثة سوف يكون مأمون الشناوي وبليغ حمدي. وفي مواسم متعددة سيداتي وسادتي تغني أم كلثوم وتقدم الجديد، ومنذ بضعة مواسم قدمت هذه الأغنية كل ليلة وكل يوم. وحين نذكر بليغ حمدي بين ملحني أم كلثوم فإننا نذكر له هذا التطلع الكبير إلى أن يشارك بفنه وهو الملحن الشاب الصاعد
إلى أن يشارك بفنه مع عمالقة التلحين لعملاقة الغناء أم كلثوم، وهكذا تتجمع خيوط فنية كثيرة في لقائنا هذا الذي نلتقي فيه مع أم كلثوم، وفي كل لقاء مثله في أوائل كل شهر. أيها السادة، ويفتح الستار عن أم كلثوم وهي تحيي جمهورها تحية جميلة لطيفة، وقد أدركت أن تصفيقهم في أوائله كان هادئا بعض الشيء، فابتسمت وحيت الجمهور، فازدادت عاصفة التصفيق ضخامة وضجة، وارتفعت التحيات من كل أنحاء صالة دار سينما قصر النيل. أيها السادة، ومع أم كلثوم. Thank you.
فكر طول الليل في ليلك والنهار كله في نهار يا حبيبي يا حبيبي يا ترى يا وحشني متفكر فيك يا ترى.
Thank you.
Oh,
اخضر Thank you.
صحيت
ونصل إلى ختام حفل أم كلثوم. سيداتي وسادتي، ونحن مع هذه الساعات التي عشناها كنا مع لمحات الفن التي قدمها أحمد رامي وأحمد شفيق كامل ومأمون الشناوي ورياض الصنباطي ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي، ونرجو أن تكون سهراتنا دائما على مثل هذا الجمال وهذه الروعة، وأن تكون كل أيامنا المقبلة القادمة سعادة وحبا وهناء لكم، لكم جميعا ولنا. وتحيتنا من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله.